يعرف عن أذربيجان ما تملكه من ثروة نفطية في بحر قزوين مقارنة بإنجازاتها التكنولوجية، لكن هذه المرة الصورة تغيرت من خلال إقامتها لأكبر معرض للتكنولوجيا المتقدمة على مستوى المنطقة في قلب العاصمة باكو. ما تزال دولة أذربيجان تشتهر بمخزونها من النفط والغاز، لكن في السنوات الأخيرة بدأت الدولة تركز استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ترى الحكومة أن نسبة الأرباح من هذا القطاع تنمو بشكل ملحوظ. هذه مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المبتكرة في معرض باكوتيل، معظمها لخدمات الاتصالات والأمن وأجهزة تسهيل المهمات التجارية. هذه الأجهزة تعتبر من أحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات، وهي أداة رائعة للكشف عن المواد الكيميائية الضارة. هذا الجهاز عبارة عن ماسح ليزر ثلاثي الأبعاد يرسل إشارة ليزر ويقيس المسافة نحو كل نقطة من أجل بناء نموذج ثلاثي الأبعاد. نحن نستخدمه حاليا لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة باكو بأكملها. ينبغي أن يكون نموذج ثلاثي الأبعاد الحقيقي لحياة العاصمة الأذرية أداة مفيدة للتنمية الحضرية وتطبيقات الأعمال. هذه طاولة تفاعلية يستخدمها الأطفال للعب، وهي تشجع على التفكير وتنشط الذاكرة وتنمي مهارات الرسم. هذا هو الإنتاج الخاص بنا. الدولة أمرت ب200 قطعة لرياض الأطفال في أذربيجان. الطفرة الأخيرة في صادرات النفط والغاز سمحت لأذربيجان بتحقيق تقدم مدهش في تطوير قطاع الاتصالات وتوفير البنية المناسبة له. اعتمدت أذربيجان على خطوط الهاتف في العهد السوفيتي والتي فشلت في توفير الاتصال بين المئات من القرى الجبلية، وهذا ما جعل من تطوير الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية أولوية وطنية. هناك تحد آخر يواجه البلد هو تلوث الهواء والماء والتربة بالمواد السامة الناتجة عن الاستغلال الصناعي المتهور في منطقة بحر قزوين الغنية بالنفط. خلال الحقبة السوفيتية كانت أذربيجان واحدة من مراكز الصناعة الكيميائية، ونحن جميعا نعرف ما يعني ذلك بالنسبة إلى علم البيئة. حل هذه المشكلة البيئية لمنطقتنا على رأس أهدافنا الرئيسية، ونحن نعلق دورا كبيرا على تكنولوجيا المعلومات. هناك أيضا مشروع وطني لتكنولوجيا المعلومات يتمثل في بناء بنية إلكترونية تحتية للحكومة، وذلك بالاستعانة بالخبرة الأستونية. إنها تكنولوجيا تدخل في العملية الديمقراطية. على سبيل المثال في إستونيا مارسنا التصويت الإلكتروني عدة مرات. هذه فوائد ما يسمى بنظام الحكومة الإلكترونية، وهذا ما يجعل الحياة أسهل للبلد وللمواطنين. آخر المشاريع التي عرضت في باكوتيل شبكة واسعة تربط المنطقة بأوروبا وشرق آسيا عن طريق نقل المعلومات السريع بواسطة الألياف البصرية. في يوم ما سينفذ النفط والغاز، لكن التكنولوجيا والصناعات المبتكرة والاستثمار في العلوم سوف يكون دائما مطلوبا، ونحن نرى بلدنا في المستقبل كواحد من بلدان العالم المتقدمة، ومن دون قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات لن يتحقق ذلك. تشير التقديرات الحالية أن احتياطات النفط في أذربيجان ستدوم لحوالي 30 عاما فقط، ما يضع البلد في سباق مع الزمن لبناء اقتصاد بديل وقوي، لا سيما أن أذربيجان تقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا.